هبتدي مع حضراتكم بخبر هو في الحقيقة شائعة وبيتم تداوله من وقت للتاني، كل حين ومين كده نلاقي نفس الشائعة دي بيتم تداولها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ناس يعني شوية ممكن يعيدوا النشر بدون وعي أو بدون توقف عند تفاصيل هذه الشائعة. وده اللي احنا دايما بنؤكد عليه، أنه أرجوك خلي الشائعة أو الخبر الخطأ يقف لحد عندك، ما تعيدش نشره ولا نشره مرة تانية. الخبر بيتكلم عن أنه مصر بتتعرض لنقص أو اختفاء في السلع الغذائية جراء الأزمة العالمية. ده الناس يعني شائعة متداولة، وده مش أول مرة الحقيقة حضراتكم أكيد تسمعوا عنه، ودايما المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشكورا بيتدخل وبيوضح حقيقة الأخبار اللي من هذا النوع وعليه. فالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية بسبب تداعيات أزمة الغذاء العالمية، فهو تواصل مع الوزارة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت هذه الأخبار. أكدت أنه ما فيش صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء في السلع الغذائية بسبب أزمة الغذاء العالمية، وشددت كمان على توافر السلع بجميع أنواعها في كل الأسواق على مستوى الجمهورية، وإنه كمان بيتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. الخبر ده احنا بنسمع عنه أظن من بداية أزمة كورونا، وكل كام شهر كده نلاقي نفس الخبر، أزمة كورونا نطمن وننزل الأسواق وانتوا بتنزلوا بنفسكم وتلاقوا مفيش ولا سلعة ناقصة، تيجي الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بتتسبب في أزمات مختلفة عالمية زي أزمة الغذاء والطاقة، وتيجي تتجدد مرة تانية نفس الشائعة، ونتأكد برضو لما ننزل الأسواق أنه الحمد لله مفيش أي سلع ناقصة، وأنه مصر كان عندها خطوات استباقية لكل هذه الأزمات زي توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، لدرجة أنه مش بس حققنا اكتفاء ذاتي، إحنا كمان بنصدر المحاصيل الزراعية المختلفة لأسواق جديدة مصر يعني قدرت توصل لها في العالم كله. بالإضافة لدودة أن مصر قدرت تقلل الفاقد من سلع استراتيجية مهمة زي القمح عن طريق تطوير الصوامع، ودي كانت خطوة مهمة سبقت أزمة الغذاء العالمية بأشواط طويلة يعني، وده يأكد أنه الإدارة المصرية والقيادة السياسية المصرية عندها بعد نظر وقادرة أن هي تأمن الغذاء للمصريين لسنوات ولأجيال قادمة. فأنا بدعو حضراتكم أرجوكم ما تسيبوش الأخبار اللي زي دي تاخد مساحة كبيرة من تفكيركم ومن يومكم، وما تسيبوهاش تنتشر على نطاق واسع، كونوا متأكدين وكونوا واثقين أنه هذه الأخبار مغلوطة، وإحنا بدورنا بنعيد يعني التأكيد على حضراتكم دايما انه هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.